بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال ابن مالك رحمه الله في الألفية: وليتني فشى وليتي ندر، أي قل. فشى أي كثر. ففي لغة العرب يقول ليتني قائما، هذا الأكثر. ويقول أحيانا ليتي ليتي، ولكنه نادر. ومع لعل اعكس، يعني في لعل اعكس، فاحذف نون الوقايه. هذا هو الذي فشى. والنادر اثبات نون الوقايه. لعلي هو الاكثر، لعلني هو الاقل. وكن مخيرا في الباقيات. كن أيها المخاطب مخيراً في الباقيات، يعني استعملها بحذف نون الوقاية وبإثبات نون الوقاية. والباقيات، قد يقول قائل إن كلام ابن مالك ليس بواضح، لأن ما نعرف إيش الباقيات. فيقال بل هو واضح، لأن ليت ولعل من أصل حروف معروفة تنصب المبتدأ وترفع الخبر. فهذه الحروف قسمها ابن مالك إلى ثلاثة أقسام: قسم تكثر فيه نون الوقاية وهي ليت، وقسم يكثر فيه حذفها وهو لعل، والباقي مخير، يعني يتساوى الأمر الإثبات والحذف. فنبدأ بإن. وقل إني أنا النذير المبين، هذه إثبات ولا حذف؟ حذف. إنني أنا الله لا إله إلا أنا، يقوله الله عز وجل، هذا إثبات. أني، وقد تعلمون أني رسول الله إليك، حذف. أنني، اعلم أنني فاهم، هذا إثبات. إن وأن، كأن، ولكن. تقول كأنني فاهم، كأنني فاهم إثبات. كأني فاهم حذف. لكن، لكني قائم، أو لكنني قائم، واضح. كأن للتشبيه إذا دخلت على مشتق، إذا كان خبره مشتقا فهي للتشبيه، فهي للظن. إن دخلت على المشتق فهي للظن، وإن دخلت على جامد فهي للتشبيه. فتقول كأنك أسد، هذا تشبيه. كأنك فاهم للظن، يعني أظنك فاهم، كأنك فاهم ما أقول، أي أظنك. طيب. واضطرارا خففا مني وعني بعض من قد سلف. اضطرارا مفعول لأجل، خفف مني وعني بعض. مني وعني مفعول خفف باعتبار اللفظ، وإلا فالأصل أن العامل لا يتسلط على الحرف، لكن هذا باعتبار اللفظ. يعني اضطرارا خفف هذا اللفظ مني وعني من؟ بعض من قد سلف، أي مضى، يعني العرب يخففون مني وعني، فيقول مني وعني، مني وعني. لكن متى؟ في حال الضرورة، في حال الضرورة. وما هي الضرورة في الكلام؟ الضرورة في الكلام هو الشعر، والشعر لأنه يضطر الإنسان إلى شيء لا يريده. عندكم شواهد البيت لهذا؟ أيها السائل عنهم وعن، لست من قيس ولا قيس مني. لو قال أيها السائل عنهم وعني، لست من قيس ولا قيس مني، طار البيت، طالب
والأناشيد والنظم يريد العرب أن يكون له قافية معينة وزن معين ليصح لتصح أنشودته. نعم، وبه نعرف أن الشعر الحديث هذا الذي يسمى الشعر المرسل وهو المرسل المهمل المتعب، نعم، ليس بالشعر الحقيقي. أنا رأيت بعض القصائد يجي شطر كلمتين وشطر ثاني 10 كلمات ويجي بيت على قافية وبيت على قافية أخرى يشبه سباحين العجائز عندنا. نعم، ها، أصائب، ومع ذلك يقولون هذا الشعر الموافق للذوق، لذوق العصر. ولكن يقولون من لم يستطع الصعود هتف بسب الجبل. نعم، وعندنا مثل يقولون إن الثعلب، الثعلب وكنيته أبو الحصين، إنه حاول أن يقطف عنقودا من شجرة عنب فلما لم يقدر قال فعلت حامضة. نعم، لأنه عجز. فهؤلاء الذين أحدثوا هذا الشعر الغريب نقول لما عجزوا عن الشعر الحقيقي الذي يأخذ بالشعور وباللب جاءوا بهذا الشعر المرسل، نعم، المهمل. أيها السائل عنهم وعني لست من قيس ولا قيس مني. أنا أذكر يعني كلمة تف هذه، ابن حزم رحمه الله حكى قولا لبعض العلماء قال هذا القول تف، يقول المكاتب والمحلة. اي نعم رحمه الله. طيب، مني وعني بعض من قسلة. وفي لدني لدني قل، لا، في لدني أصله لدى، يقال فيها لدى ويقال فيها لدن، قال الله تعالى من لدن حكيم عليم. إذا اتصلت بها يا المتكلم يقال لدني بإثبات نون الوقاية، ويقال لدني لكن هذا قليل، إلا أنه وارد عن العرب. وفي قدني وقطني الحذف أيضا قد يفي وهو قليل. قدني أي حسب، وقطني أي حسب، الحذف أيضا قد يفي أي قد يكون جائزا. وبهذا عرفنا أن نون الوقاية مع الكلمات تنقسم إلى 3 أقسام. أولا مع الأفعال، فما الحكم؟ الواجب. وقبل يا النفس مع الفعل التزم نون وقاية. يستثنى من هذا ليس، فقد جاءت في النظم بحذفها. نعم. الثاني الحروف. الحروف أكثرها يمتنع دخول نون الوقاية عليه، أكثر الحروف يمتنع دخول نون الوقاية عليه، وبعضها يدخل عليه بكثرة ويجوز الحذف، وبعضها يحذف منها بكثرة ويجوز دخولها، وبعضها يخير فيه. وهذا ظاهر في إن إيش؟ في إن وأخواتها. من وعن الأغلب إيش؟ ثبوت من الوقاية ويجوز حذفها، ولا سيما في الضرورة كما قال ابن مالك واضطرارا خفف مني وعني. الأسماء، الأسماء الأصل عدم الدخول، الأصل عدم الدخول، لكن قد تشبه الكلمة الإسمية، قد تشبه الحرف من بعض الوجوه فيدخل عليها، تدخل عليها نون الوقاية، مثل لدن وقط وقد. وإلا في الأصل إيش؟ عدم الدخول ومنع الدخول. فلا تقول هذا غلامني
بل تقول هذا غلامي، هذا بيتني، ما يصح. تقول هذا بيتي، هذا حكم نون الوقاية. الحقيقة أنك إذا تأملت النون وجدتها حبيبة سهلة، تسهل الأمور، وسهلة أيضا من جهة أنها يكون لها محل وتؤخرها عن محلها، نعم، وهو ثابت لها وترضى بذلك، ما تمتنع، نعم. تقول يفعل يا يكرمونني، يكرمونني، صح ولا لا؟ وتقول يكرموني، يصح؟ يصح. وهذه ما تحذف النون ولا الفعل عاد مختلف فيها، لكن هي من أسهل الحروف وجودا وعدما. إن دعوتها جاءت مسلمة، وإن طردتها ولت راضية، نعم. وهذا إذا وصف العبد به كان من فضله عليه. العلم، نعم، لا بس سماعا. العلم، نعم، إيه مبنية، نعم. العلم يجوز حذفه، يجوز أن تحذف، إيه يجوز أن تحذف مع الأفعال الخمسة الخاصة.